الجيش الروسي هلأ صار على بعد كيلومترات قليلة من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، هي مدينة خاركيف. انتشر فيديو على مختلف منصات السوشيال ميديا بيوثق اختراق القوات الخاصة الروسية للحدود الأوكرانية في شمال خاركيف، يلي يقال إنه عدد الكيلومترات الفاصلة بينه وبينها أقل من 21 كيلومتر. ووفقاً لتحليل عملته وكالة فرانس بريس استناداً لبيانات المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، حكوا إنه روسيا سيطرت على 278 كيلومتر مربع في غضون أسبوع في شرق أوكرانيا، وبالتحديد في منطقة خاركيف. هذا يلي اعتبره البعض أكبر اختراق روسي من سنة ونص. خبر مثل هيك أكيد راح يكون له توابع وأضرار كتيرة، خصوصاً إنه الجيش الأوكراني بيخوض قتال عنيف مع القوات الروسية في أجزاء من الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف، غير إنه اضطر للتراجع من بعض أجزائها. ما بنعرف مع كل موضوع التعليقات على السوشيال ميديا بتختلف، ومن بين هاي المواضيع كمان هذا الموضوع. في حساب باسم سيدار كتب يعني 20 كيلومتر من الموت المحتم. كمان في عنا مشاركة من حليم يلي قال القوات الروسية تتقدم وليس تحاول أن تتقدم. وأخيرا في عنا حساب علق وقال التقدم صار أكثر من 15 كيلومتر عمق داخل خاركيف.